عليكم. أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر هذا الأسبوع ارتفاع عدد النسخ الموزعة للصحف داخليا وخارجيا بنسبة 17%. يأتي هذا أصلا في الوقت الذي تعاني المؤسسات الصحفية من انخفاض في التمويل، ما جعل عدد كبير منهم يسعى لتقليل أعداد العاملين بها. كما أن كثير من القراء طبعا اتجه أيضا للصحافة الإلكترونية، لذلك كان من المفاجئ أن معدل توزيع الصحف الورقية يزيد بهذه النسبة. ما تفسير هذا الإحصاء؟ يعني من أين جاء بهذه الأرقام؟ نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بحضرتك. أهلا فندم. إحنا بنتكلم مع حضرتك بصفتك من داخل هذا المطبخ. يعني ما فيش حد يقدر ينكر أنه الفترة القليلة الراهنة كان فيها كتير جدا من الصحف والقنوات الفضائية بتمشي ناس كتير، فإزاي في تقرير بيقول أنه عدد النسخ بيزيد أو عدد المبيعات بيزيد؟ أولا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عمل التقرير على مقارنات الإحصاءات اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، دي إحصاءات 2013-2012 مقارنة ب 2012. فتفسير الزيادة طبيعي جدا ومنطقي. في 2013 كانت الأحداث الكبرى، في منتصف هذا العام في 2013 خلع الإخوان المسلمين من الحكم بالثورة الشعبية الكبيرة. بعد هذا الحدث كان الناس متشوقين عطشانين يقروا جرايد، لو في جورنان طلع كان بيقول ريان يا فجل الناس بتشتريه. فهذا تفسير مقنع وطبيعي جدا ليه ال 2013 شهد زياده طبيعيه في لكن بعد سنه من النهارده لما هتيجي حضرتك يعني لو تتكلمي عملوا على 2014 هيبقى في نزول طبيعي جدا. كل الصحف المصريه بلا استثناء انخفض توزيعها الورقي هذا العام، والكتله اللي طلعت من هنا كبير في الحقيقه بتروح مباشره الى الموقع الالكتروني زي ما حضرتك تفضلت. حتى في هذا الاحصاء هناك ملاحظه ان عدد القنوات التلفزيونيه قلت، لان برضو في 2013 تم زادت لا زادت بالمقارنه ب 2012 2012 لا القنوات التلفزيونيه قلت حوالي 7 أو 8، وده ربما يعزو الى اغلاق القنوات الدينيه. نعم يعني في لوكشة القنوات الدينية اللي كانت موجودة دي كلها برضو ده التفسير، لأنه كان في إجراء غير طبيعي، إجراء إداري في هذا الوقت في 3/7 لما صدرت القرارات الطبيعية. لكن مؤشر انخفاض التوزيع الورقي المؤشر سليم تماما في 2014. طيب يعني من وجهة نظرك ليه يطلع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتكلم على إحصائية في 2013 ويقارنها ب 2012 وإحنا 2014 خلصت وشهدت تغير كبير، تغير عكسي؟ صحيح، لأنه دي آلية الجهاز المركزي مش جديدة بأمانة، لكن هو بيعمل الإحصاءات ربما براحته يعني واخد دي إحصاء اسمه الإحصاء العام الثقافي، زي احصاء التعداد العام للسكان لما انت بتطلعيه كل 10 سنين، في احصاءات بتاخد وقت كبير، الطبيعي من وجهه نظري انه احصاء زي ده المفروض يبقى في مارس او ابريل بعد السنه مباشره، بتكون السنه خلصت واليات الجاهزه، ودلوقتي بقت الحاجات دي سهله، انت مش محتاجه تبعتي موظفين يلفوا على الحاجات دي كلها الكترونيه، تستطيع بعد نهايه السنه مباشره انك انت تطلعيها، لكن انا اظن ان هذا الامر يرجع الى انه ما زال الجهاز يعمل بالاليات القديمه. طيب خلينا نتكلم على هو بيتكلم على 2013 بيقارنها ب 2012، حضرتك ارجعت ده لانه الناس كانت متشوقه وانه احداث 2013 كانت كبيره وكانت الناس عايزه تعرف ايه اللي بيحصل، فكانت بتشتري الجرايد بتتفرج على التلفزيونات عشان تراقب. لكن 2014 كمان كانت سنه كبيسه جدا، يعني كانت الناس مستنياها تخلص. ده بيقول لنا ايه عن تفكير الصحف ازاي تطلع وتخلق أخبار وتكتب أخبار وتجذب القارئ وتجذب المشاهد؟ الصحف الفضائيات نتحدث عنها في الوقت اللي بتنزل فيه نسبة المشاهدة أو نسبة القراءة. تمام، يعني بس عشان ما تظلميش الصحافة، بس أنا يعني هرد لحضرتك الكورة، الفضائيات أيضا أنا بتكلم على الفضائيات. نعم. حتى الفضائيات كتير قفلت، مش بس قفلت كان كمان. في 2012-2013 كانت قمة شعبية برامج التوك شو الطبيعية والعادية. هذا الفترة دي أيضا شهدت تغير وتحول كبير جدا من نوعية البرامج السياسية التي كانت محببة للناس والناس عايزين يعرفوا إيه اللي بيحصل، وحصل ما يسمى موسم الهجرة إلى البرامج الترفيهية.
يعني ممكن نشوف دلوقتي البرامج الخاصه بمسابقات الاغاني، الاصوات الجديده، حتى الرقص احيانا في بعض القنوات التاليه بيلها شعبيه كبيره جدا. الصحف المصريه وحتى وسائل الاعلام عموما بما فيها التلفزيونات بدات تتجه الى البرامج الخفيفه. يعني هم شعروا ان المواطن حصل عنده ما يشبه التشبع، لانه طهق كل يوم بيصحى نفس الاشكال، نفس الوجوه، نفس الاخبار، نفس المظاهرات، حتى في بعض الكلمات للاسف الشديد بدا يكرهها زي كلمه ناشطين، وبعض الاعلام وسائل الاعلام ساهمت في شيطنه اشياء. فانتهينا الى حاله من الناس كثيره جدا تقابليه كده يقول لك انا مش حتى برامج خفيفه او برامج تقيله، لا يقول لك انا بشوف افلام ابيض واسود وبيذكر لك مجموعة قوات. وإذا لاحظنا عدد القنوات اللي على نايل سات اللي موجودة على الأفلام العربي فقط أفلام بيور عشرات القنوات. طب ده بيحط قدامكم تحدي كبير سواء في طبعًا القنوات الفضائية أو حتى للصحف طبعًا. تعمل إيه علشان تجذب القارئ علشان يستمر في قراءة؟ بتحاولي تقدمي له بضاعة مختلفة، بضاعة خفيفة، بضاعة خدمية، يعني تحافظ على مهنيتك كمان. مع المهنية دي طبعا أمر صعب في مصر. أنا تصور الشخص أن في 2014 كانت كارثة على المهنية في مصر. عدد كبير جدا تخلى عن المهنية وربما نسيها، ولو قلت لحد مهنية ممكن يعني يشتم الواحد، يعني أنت بتتكلم إزاي يعني مهنية. فكان في مشكله كبيره جدا في كل وسائل الاعلام المصريه، لكن ظن الشخص انه في النهايه لا يصح الا صحيح. الاصوات العاقله والمحترمه والصحف الرزينه اللي بتقدم ماده في النهايه بتصمد وبتقعد مهما كانت الرياح والانواء شديده جدا، هذا ما يبقى في السوق. يعني السلعه الجيده فعلا، رغم انه العكس كان بيتقال ان السلعه الرديئه في سوق الاعلام هي اللي بتطرد السلعه الجيده، لا مش صحيح. اظن في 2015 هيبقى في عوده الى القيم المهنيه تدريجيا، خصوصا مع صدور المؤسسات الثلاثة المقترحة اللي هي تطبيق للدستور، المجالس الثلاثة اللي بنص عليها الدستور المصري. طيب حضرتك يعني من واقع خبرتك وملاحظتك كمان للصحف وللفضائيات، انت سميتها في انه في 2014 كان في كارثة مهنية، وممكن يكون ده واحد من الأسباب القوية جدا لعزوف الناس على أنها تتابع الأخبار، لأنه لو كل يوم هتقول لهم نفس الخبر وهتحجم عنهم أخبار تانية هيتفرج عليك ليه بقى وعلى حقيقة جرنان ليه بقى. صحيح، أنا متفق معك تماما، بس طبعا مش ده السبب الرئيسي، ربما يكون السبب الأبرز، لكن ربما التشبع نمرة واحد. نمرة اثنين، في جزء كبير من الشباب هجر الميديا كلها، ربما في بعضهم يأسن وفي بعضهم بدأ يروح لمواقع خاصة به، وهذه قصة تستحق مزيد من التنظير ومزيد من البحث، اللي هي الحاجات اللي بيشوفها الشباب الجديد دلوقتي اللي هو ربما يائس من الإعلام التقليدي سواء كان معارض أو مستقل أو رسمي، وبالتالي في أشكال جديدة بتظهر، وده بيطرح تحدي صعب. إعلام داعش كله احنا ما نعرفش عنه حاجة، الإعلام ده اللي بيخلي واحد يروح يفجر نفسه بيموت نفسه، احنا ما بنشوفوش، احنا يعني مجموع او غالبيه الشعب العربي نفسه ما بيشوفش الإعلام ده ازاي بيتصنع، ازاي بيتعمل، ازاي بيتعمل، فين، مين بيعمله. ما ده المفروض يطرح علينا سؤال، والناس دول قدروا يجندوا ناس فرنسيين من اصول فرنسيه عشان يعملوا عمليه ارهابيه. نعم. طيب انتوا في الشروق مثلا في صحيفه وفي الموقع، نعم، وفي توجه للشباب ان هو يقرا اونلاين مش يجيب الجورنال، نعم، فايه اللي انتوا بتعملوه على الاونلاين؟ الاونلاين بنحاول نعمل او بنعمل بصدد دلوقتي كمان الحاجات تشد هذا الشباب، موضوعات حقيقيه تناقش قضاياه، صفحات متخصصه، وفي الجورنال نفس الوضع، اللي هو الهدف ان انت تروحي ل انتهى عصر انك انت تحكم، يعني تتقمصي دور المرشد العام او الموجه العام وتقولي له ده الصح وده الغلط، ما عادش ينفع دلوقتي. اهتمامات الشباب بدات تفرض نفسها على كل وسائل الاعلام، فاحنا بنحاول نعرف الشباب دول بيفكر ازاي وايه اللي بيحبه وايه اللي، يعني في ظاهره روايات وكتب احمد مراد، ما دي ظاهره جديده، والتوزيع هذا العدد الضخم من النسخ اللي بيوزعها. فبالتالي انت محتاجه انت كاجهزه كاعلام وسائل اعلام تدرسي كيف يفكر هذا الشباب، وبالتالي تقدري تقدمي له الخدمه اللي بيطلبها. طيب 2014 كانت سميتها حضرتك كارثه، كان فيها كارثه مهنيه، 2015 اظن مش هتبقى بنفس السوق بتاع 2014 في كل الاحوال، والا هتبقى كارثه اكبر. لانه اللي حصل في 2014 نص 2013 و2014، في 2013 بعد خلع الاخوان كان ممكن يبقى منطقي تفاهم ان في حشد عام وتعبئه، لان البلد فعلا كانت محتاجه تقف على رجليها وتصمد قدام هجمه الظلام والتطرف اللي كان بيقودها الاخوان وبعض السلفيين.
ف 2014 خلاص دعم الدوله استقرت وثبتت، وبالتالي دور الاعلام ينبغي ان يعود ليكون موضوعيا يخدم في طالما ان هو تحت سقف الدستور والقانون اوكي، لكن فكره الهستيريا الجماعيه دي ما ينفعش، بتضر ولا تفيد. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، اشكرك جزيلا. شكرا. بعد الفاصل عيد القضاء وزياره الرئيس السيسي.